السلام عليكم اخواتي من جديد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال والظروف، ومرحبا بكم معايا من جديد. كيف ما شفتوا هنايا بديت الصباح طبيعه الحال فياق بكري، وجدت الوليدات عطيتهم يفطروا وديتهم للمدرسه، ومنين رجعت تعبت ديال التماره الاشغال ديال البيت اللي ما كتساليش، اللي كنديروا اليوم نديروا غدا. المهم بالنسبه للسياق صراحه انا ما كنديروش يوميا، كنديروا مره في الاسبوع بحال هكا كيف ما كتشوفوا، يعني كنحك بالشتاء ونعاود بالكراطه، ولكن في وسط الاسبوع كندير غير داك الجفاف هكا خفيف، يعني رشاشه كنرش وكندوز بالجفاف باش هكا تبقى لي الارضيه نقيه وتشطب بطبيعه الحال. هذاك راه ما نهضروش عليه في الصباح وفي العشيه. وصافي هنايا دزت عاوتاني الغرفه ديال الوليدات، جمعتها وصيقتها كيف ما كتشوفوا، ولكن صراحه انا زربت عليها لان يوميا فاش كتبغي، يعني الا كانت عندك شي حاجه غادي تزيد تاخذ لك وقت كتحاولي تنقصي من حوايج اخرين، يعني ما رتبتهاش داك الترتيب اللي ضروري خصو يكون. صافي دزت عليها بالزربه، مسحت الغبره وجففت كما شفتوا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا ادم جاب له باباه طوموبيله جديده هكا بالتليكوموند، ففرحان بها كيلعب بها. وادم كيف ما سبق وقلت صراحه كيموت على جوج حوايج. اول حاجه بعد الطوموبيلات كيحمق عليهم، حافظ كاع لي مارك الواعرين داكشي الهوت جام، كيموت عليهم بزاف كيتبعهم في فيديوهات وداكشي، وطوموبيل عنده طوموبيلات صغيورين ديالو كيموت عليهم وعزيز عليه عزازين عليه. والحاجه الثانيه هي الكره، طبيعه الحال بحال كاع الوليدات كيحمق على الكره. المهم هنا راه كانوا جاوا في ديك الوقيته ديال الغدا، تغدا وبقى كيلعب هكا بالطوموبيل لقى باباه جابها ليه، وبقى كيلعب شي شويه. صافي ومن بعد عاوتاني مشاو للمدرسه نداهم باباهم، وهنا كنت عجنت البريوش وكنت خليته كيخمر، ولقيته هنايا خمر تبارك الله. صافي شكلته درته كويرات وخليته يخمر في عاوتاني المره الثانيه في اللاطا، ومن بعد درت له البيض وداكشي ودرته في الفران. المهم البنات ما تسولونيش على النتيجه، صراحه جا زوين وواعر رطب بزاف وتنفخو تبارك الله، ولكن راه ما صورتش للاسف. المهم مره اخرى ان شاء الله، وراني فايته مشاركه معكم البنات الا بغيتو تعرفوا الطريقه رجعوا للفيديوهات القدام، راني مشاركه معكم يعني بالتفصيل بالمقادير وكل شيء. هنايا نشارك معكم هكا صبيبطات صراحه خداتهم ماما الوليدات الله يعطيها الصحه، حتى فين ما كتجي عندي مسكينه كتفرحهم بزاف كدور معاهم تشري ليهم. المهم كنت خرجت انا وياها صراحه نيت المرجان، وقالت لي خدي شي حاجه للبنات بحال هكا، فخدينا لهم هاد الصبيبطات وهي مسكينه اللي خلصاتهم. هادو مريم ومروه، هذاك الاول اللي وريتكم ديال ادم صراحه خديناهم بثمنهم الاصلي، يعني ما كاينش شي برومو بطبيعه الحال. هادشي راه يعني الكوليكسيون جديده اللي كتدخل ديال البرد راه ما كتكونش فيها برومو. هذاك الاول ديال ادم تقريبا ما كاملاش 200 درهم، يعني 160 وقيله لقيت عاقله، وهادو فوق 200 درهم. الاول المروه وهذا الثاني المريم صراحه غزال زوين بزاف، سرتو هذا الثاني هذا واعر صراحه. مشينا قلبنا في السوايكيكي ما عندهمش اختيارات وماشي شي حاجه، ومغليين شويه على مرجان، يعني مقارنه مع مرجان ما كان مولفش اليوم، ولكن هاد المره لقيت فرق في الثمن. هادو فوق 200 درهم، يعني في السوايكيكي كتلقاي 300 الفوق وشي ماشي شي حاجه كتستاهل، فخديناهم من مرجان وصراحه عجبوهم وفرحوا بهم بزاف. المهم هنا غادي ندير معكم جوله في كيتايا جيون ديال بوسكوره،
راني فايته مصوراها لكم من قبل البنات، وكنت قلت لكم غادي نحطها لكم، وجات الوقيته دابا باش نحط، يعني كنت حطيت غير لقطات، دابا غادي ندير داكشي اللي صورته كامل. صراحه زوين زوينه البنات بزاف هذه الجوله، سيرتو يعني البنات اللي بحالي كيموتوا على هكا الديكوراسيون، كيشوفوا كيبغيو يشوفوا الجديد شنو كاين. صراحه كيتيا كتمتاز انها كتجيب صراحه الجديد، وعندهم ديزاينات واعرين، يعني لا ديكوراسيون عندهم خطيره مودرن بزاف. هنا فين كتمتاز مقارنه مع ايكيا، ايكيا ما عندهمش لو شوا بزاف، سيرتو في هادشي ديال بحال هكا كتشوفوا هكا داكشي ديال الموبيلي، ما عندهمش داكشي في ايكيا، داكشي محدود. وفي لي كانابي كتلقاو داكشي بازيك بازيك، يعني ما فيهمش بزاف ديال لي شوا، غير هو عندهم لا كاليتي صراحه تزقال شي حاجه اللي كتكون كونفورتابل، هذه بالنسبه لايكيا. اما كيتيا كتلقاو عندهم موديلات، يعني كل عام كتلقاو ضروري جديد، كتلقاو موديلات جداد، وداكشي زويون بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه لكاليتي البنات راه على حساب البخي، يعني زيد المزيد دقيق. هنا غادي نهضر لكم شي شويه على هاد كيتيا. كيتيا هي شركه مغربيه متخصصه في بيع الاثاث، تاسست البنات في 1993، هاد المعلومه ما كنتش انا عارفاها براسي، يعني من 93 تبارك الله. وهي تقريبا عندها اكثر من 36 محل اللي كيتسمى كي شوب، هما المحلات اللي كيكونوا شويه متوسطين في الحجم، ولكن منها 6 ولا تقريبا 7 ديال لي كيتيا جيون اللي كيكونوا كبارين بزاف، يعني كيفوت كتفوت المساحه ديالهم 4000 متر مربع. وهاد المحلات كلها موزعه تقريبا على 17 مدينه مغربيه. وكذلك هاد كيتيا حاضره في عدد من الدول الافريقيه بحال مثلا انغولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، جمهوريه الكونغو والكونغو الديمقراطيه، وغينيا الاستوائيه، وجمهوريه افريقيا الوسطى. فتبارك الله يعني راها ما كايناش غير في المغرب، بدات كتوسع. ففي الدار البيضاء بوحديتها البنات بوحدها الدار البيضاء كتوفر على 8 د المحلات ديال كيتيا، ومنها كيتيا جيونت هذه اللي كنصور لكم فيها، كاينه في بوسكوره. بالنسبه للمالك الاصلي ديال هذا المشروع دي كيتيا هو امين بن كيران. شنقول لكم، بدات البنات في البدايات ديالها بمحل تقريبا فيه 300 متر مربع، وفي غير 5 المستخدمين فقط، فتخيلوا. وتبارك الله سلام بي بدات كتوسع وكبرات. بالضبط في 2008 كيتيا لونسات واحد نوفو كونسيبت ديال الماغازان اللي هو كيتيا جيون. فكان البرومي كيتيا جيون اللي شافت النور في كازا، كانت في كازا بلانكا، اللي المساحه ديالها وصل يعني اكثر من 9000 متر مربع، ف يعني تبارك الله كبيره بزاف. هذه راه خصكم فتره اولا مده طويله وانتم كدوروا فيها الفوق والتحت وداكشي، بالاضافه للكاسا، كاينه كاسا لتحت البنات اللي تابعه ليها، فيها يعني ما شاء الله ديكوراسيون، داكشي ديال الديكوراسيون داكشي خطيرين زوينين بزاف. فاكيتيا هي رائده في الدومين ديال دو موبيليي، اكسسوار دانتيريور، ديكوراسيون، اكليراج، اي دو نومبروز اوتر برودوي، يعني عندهم ما شاء الله لشوا. ولاحظت مؤخرا انهم زادوا دخلوا حتى المعنى البنات اللي ما كانوش من قبل، ما كانوش، كانت متخصصه فقط كيف ما قلت لكم في الموبيليا والديكورات صافي، ولكن دابا دخلوا حتى المعن. فهنا كتحسوا ان فاش كتكون الكونكورونس، فاش كتكون المنافسه، فكيكون ارتفاع في الجوده وكيكون الجديد، يعني هذه زوينه بالنسبه للمستهلكين. فمني دخلت ايكيا بقى نعقل انا شحال هذه، قبل ما تكون ايكيا كنا كنمشيو هكا لكيتيا، كان ممنوع لك اللمس، ممنوع خصهم يحضروا مع الدراري الصغار، هذوك المستخدمين اللي تيكونوا خدامين تما تيبقاو حاضيين معاك، ممنوع انك تجلسي على لي فوتوي ولي كانابي، التلفازات كانوا كيحطوهم ديال البلاستيك البنات، انا عاقله عليهم، يعني كيحضروا معاك، وممنوع التصوير.
فمني دخلت ايكيا اللي عندها واحد الحرية ديال التصرف بالنسبة للزبناء ديالها، كتخلي لهم حرية انك تخدمي وتجربي الحاجة عندهم سيغ بلاس، لي كنابي تجربيهم وتجلسي عليهم، ولي ماطلا وداكشي كامل ديكورات هزي وحطي وديري اللي بغيتي، الوليدات كيلعبوا اللعاب اللي تيكونوا حاطينهم تما وداكشي كيلعبوا بهم وعادي، كتاخدي راحتك، كتحسي براسك يعني الواحد كيحس براسو بحالي في دارو. عاد بانهم دايرين مطعم خاص ودايرين مشروبات وداكشي، ممكن امتيازات. ف كيتايا حتى هي تاثرت بهذه القضيه بطبيعه الحال، والا راه غادي تفقد الزبناء ديالها. فحتى هي ولات كتسمح بالتصوير، ولات كتسمح انك تجربي لي برودوي وتجلسي وتشوفيهم، هادشي اللي ما كانش من قبل. فهادشي علاش يعني فاش كيكون المنافسه صراحه كتكون في صالح المستهلك، باش كل شركه او كل ماركه او لكل محل كيحاول انه يطلع ويزيد من نوعيه السيرفيس، الجوده ديال السيرفيس ديالو، الجوده ديال لي برودوي ديالو، وهذه حاجه مزيانه بزاف. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله، كيف ما قلت لكم الديكورات خطيرين. المهم انا قلت لكم صراحه كتعجبني ايكيا بزاف بزاف، فيها بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن كيتايا واخا هكاك عندها واحد اللمسه خاصه، كيف ما قلت لكم كتشوفوا الرقي في الديكوراسيون واخر ما كاين، يعني شي حاجه زوينه بزاف. انتم كتشوفوا معايا كتلقاو الصالون كومبلي بلي زاكسيسوار ديالو، بهذوك لي موبل اللي كتشوفوهم هكا محطوطين زوينين بزاف. هذا من الجديد ديال كيتايا، هاد الموبل ديال الصبابط عجبني بزاف وصورته، وانا راه فايت وقيله درتو لكم يمكن شي فيديو حاطاه في الانستغرام. بالمناسبه البنات اللي ما متبعينيش في الانستغرام يمشيو يشوفوه وتابوناو معايا تمايا، هكا راه شي مرات كنحط لكم هكا مقاطع قصيره اولا تصاور ولا هذا. المهم راه كنكون حاضره في الانستغرام، يا ريت انكم تمشيو ديروا هجوم تما. كذلك راه عندي صفحه في الفيسبوك عفوا، دخلوا ليها حتى هي، راه دائما كنخليهم لكم في لاباغ دانفو البنات في صندوق الوصف، هبطوا في صندوق الوصف غادي تلقاو كيفاش تواصلوا معايا في الانستغرام وفي الفيسبوك. شفتوا البنات عجبني بزاف هذا الموبل، هذا ديال لي شوسيغ بورت شوسيغ، خطير زوين بزاف عالي، وداروه كله بلي ميغوار، جا زوين بزاف، غادي يعطي واحد المنظر زوين هكا في وسط الدار اولا في المدخل ديال الدار ديالكم، وما كياخذش مساحه بزاف كيف ما شفتوا. فهذا اللي كاين. المهم حتى لهنا وكيكون سال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكون عجبتكم هذه الجوله وهاد المعلومات البسيطه اللي شاركتها معكم. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، شنو كتسناو؟ الف مرحبا بكم باش تنضموا للعائله ديال هابي لايف ويد حنان، وما تنساوش انكم تخليوا لي لايكات وتعاليقكم اللي كتفرحني بزاف. تهلاو ليا فراسكم، سلامه.